هل تساءلتم لما يلبس الأطباء أثناء العمليات اللون الأخضر والأزرق؟ الإجابة على هذا السؤال ابقوا معي حتى الأخير. مرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على الحبيب. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. يمثل اللونين الأخضر والأزرق عكس اللون الأحمر في طيف الضوء المرئي. أثناء العملية يركز الجراح دائما على الألوان الحمراء. اللون الأخضر مناسب تماما لمساعدة الأطباء على الرؤية بشكل أفضل في غرفة العمليات، لأنه عكس اللون الأحمر تماما على عجلة الألوان. ولهذا السبب فإن اللونين الأخضر والأزرق لا يساعدان فقط في تحسين حدة نظر الجراح، بل يجعلهما أيضا أكثر حساسية للظلال المختلفة من اللون الأحمر، وبالتالي يساعدهم في إيلاء اهتمام أكبر للفروق الدقيقة في علم التشريح البشري، ما يقلل بشكل كبير من احتمالية ارتكابهم خطأ أثناء العملية. هناك سبب آخر يتعلق بتركيز الجراح العميق على اللون الأحمر أثناء العملية. يمكن أن يؤدي اللون الأحمر إلى تشتيت الأوهام الخضراء على الأسطح البيضاء، لذلك إذا قام الجراح بتحويل نظره بسرعة من الأحشاء الدموية إلى المعطف الأبيض مثلا، قد يظهر وهم أخضر من الداخل الأحمر للمريض على الخلفية البيضاء. ستتبع الصورة المشتتة نظر الجراح أينما نظر، على غرار البقع العائمة التي نراها بعد فلاش الكاميرا. إذا نظر الطبيب إلى الزي الأخضر أو الأزرق بدلا من الأبيض، فإن هذه الصورة المشتتة للانتباه ستزول تماما ولن تحدث أي مشكلة وفقا لأبحاث الأوهام البصرية. وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.